اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. تدخلت الاداره الامريكيه اداره بايدن في الصفقه التي ما بين الكويت وماليزيا حول طائرات الاف 18 بسبب واحد، ان ماليزيا تطور من السخوي 30 ام كام، وفي هذه الحالة فإن تحديث السخوي 30 لا يناسب بأي حال تزود أيضا بطائرات الاف 18 الأمريكية، خصوصا وأنها مطورة بسنايب اي تي بي المعروف بأنه قرون الهجوم أو الاستهداف المتقدم، على أقل تقدير هذه العبارة الحرفية للترجمة لهذا السنايبر على وجه التحديد أو هذا القناص. إذا نحن نتحدث عن تقنية متقدمة أولا بالنسبة لطائرات الاف 18، ومن جهة ثانية فإن هناك اعتبارات كثيرة منها أن بوين غارنت، نتحدث عن الاف 18 على وجه التحديد الاف اي، وهناك في 22 ديسمبر نائب وزير الدفاع الماليزي سيري اكمال هشام عبد العزيز او اكمال هشام كما هو معروف، يعتقد بشكل كامل ان لابد لماليزيا ان تكون مؤهلة الاف 18 الى حدود 2035. اذا الخطة المعروضة امام البرلمان الماليزي اولا باتجاه 2035، ولا بد من اعادة هيكلة هذه المقدرات الجوية لدى شعب ماليزيا، خصوصا بالنسبة للسخوي 30 ام كي ام من جهة تحديثها. إن كان الأمر يتعلق بالسخوي 30 فإن مجرد تحديثها وأيضا الاف 18 بإضافة سنايبر اي تي بي سيكون بمثابة عنصر غير مسبوق، خصوصا بالنسبة للاستهداف المتقدم. استراتيجية الاستهداف المتقدم لدى السخوي 30 ولدى الاف 18 الكويتية التي ستنقل وهي على الأغلب 33 طائرة. هنا يطرح السؤال، ماذا تنتظر الكويت بعد تسليم 33 طائرة إلى ماليزيا؟ ماذا تنتظر لشرائه؟ إن الأمر يتعلق بالاف 35 كما هو أو يتدارس على أقل تقدير، لأن العملية كلها ماذا، وهذا ما أوضحناه في فيديو دقيق للغاية حول ما سمي بالاف 35 التي ستسلم الى الامارات العربيه المتحده، وهي النسخه الايطاليه والهولنديه وليست الاسرائيليه ذات الاختصاص وذات الامتيازات التكنولوجيه المتقدمه. اذا نحن امام هذه الخلاصه اساسا التي ذكرناها البارحه بالنسبه للاي اس 15 على وجه التحليل، والمحتمل ان تكون في 2025 بالاي اس 2 او 25 ايضا، وهذا الذي سيعطي افقا مفتوحا بالنسبه للتكنولوجيا تكون فيها الفجوه دائما لصالح اسرائيل. فهذا شيء محسوم من خلال صفقه الاف 35 وتعبير ان الاف 35 عند اسرائيل والاف 35 عند الامارات يعتبر وهما في العلوم العسكريه. اذ ننظر التكنولوجيا والتكنولوجيا لا لل 2017 ولا ايضا ل 2020، هناك فجوه كبيره ما بين الاف 35. فهل تعويض الاف 35 للاف 18 التي هي مزوده ببعض التقنيات المتقدمه، وخصوصا بالنسبه لاستشعار الاستهداف المتقدم او قرون الاستهداف المتقدم، اي كانت ترجمه بوتس على وجه التحديد، اذا بالنسبه للقرون او ما يسمى بالاستشعار عموما، فهذا الذي يمكن ان يحدد ما هو الأفق الذي يمكن انتظاره حاليا بالنسبة لتكنولوجيا متقدمة على وجه التحديد، لأننا أمام اعتبارات كثيرة، خصوصا أن الأمر يتعلق أولا بسلاح متقدم للغاية بالنسبة للاف 18 واستغناء الكويت على 33 طائرة باتجاه طائرة جديدة. نحن نتحدث عن الاف 15 اكس عموما،
وبكامل التقنيات، لكن الأمريكيين لن يقدموا هذه التقنية. ولذلك فأقصى ما يمكن تقديره سلمت أو باعت 18 الكويت إلى ماليزيا أو لم تسلمها. المشكل كله هنا حول السقف التكنولوجي، أيا كانت التسمية F-35 F-18 إلى آخر، هذه من الناحية التكنولوجية. ناحية الزنا، زنة الأسلحة، هذا يمكن ما يسمى بالاختلافات الهندسية. فهل راغبة الكويت في أن تكون على رأس الإمارات العربية المتحدة بخصوص الF-35؟ ولماذا عارضتها الولايات المتحدة الأمريكية وستقبل بها فيما بعد؟ لأن الصفقة إن كانت بالF-35 باتجاه الكويت على العموم، والتي لا يرى الإسرائيلي مانعا في تسليمها أيضا للكويت، لأن السقف كما ذكرنا هو سقف منخفض للغاية، وهذا لتدقيق الأمر بشكل جيد. إذن نحن نتحدث عن صفقة تدخل فيها الأمريكيون لمنع هذه الصفقة لسبب رئيس، خوفا من أن الكويت قد تتخذ إجراءات أخرى أو تبحث عن مصادر أخرى للتسليح، وهذا غير وارد لأن الكويت تلتزم بالسلاح ومنظومة السلاح الأمريكية، لأنه منذ تحرير الكويت في هذه المرحلة على وجه التحديد فإن الكويت تحاول أن تنعزل عن الموقف العام، ولكن هذا الحياد الذي اليوم أيضا تتأثر به الإمارات العربية المتحدة لا يخدم في شيء صفقة الF-35. أم أن الوضع سيذهب إلى الرافال؟ لماذا الرافال على وجه التحديد؟ هنا خط أحمر أمريكي على أي رافال أو بيع الرافال على نفس صفقة الإمارات العربية المتحدة. إذن أولا الأمريكي يرغب في أن تكون الF-35 لدى الكويت، ولا مشكلة لدي إن قبلت الإمارات بالسقف التكنولوجي الخليجي عموما والذي سيصرف إلى باقي الدول. هذا الاحتمال الوارد وهذا ما أوضحناه في فيديو مستقل. المسألة الثانية أن بيع الF-18 وتعويضها بالرافال هذا غير محتمل، والF-18 وتعويضها بالF-35 لن يكون بنفس القدرات التي عليها الآن الF-35، وهذا يعني أننا أمام إشكالا شديد الأهمية على الصعيد التقني، لأن الكويت لديها شيء من التاريخ وهو يحركها، لأن الF-18 على وجه التحديد اليوم ستذهب بنفس الاتجاه الذي إما على الصعيد السعودية أو على سبيل يقطعه محمد بن زايد اليوم بخصوص إعادة هيكلة جيشه، أو أننا أمام الإمارات العربية المتحدة التي تلاعب الأوراق من أجل الحصول على ما تريده من تقنية غربية انطلاقا من الرافال، ومن ثم الضغط على الF-35 وبعدها تعديلها وإضافة 50 مليون دولار لبعض التقنيات التي ستمكن الF-35 أن تكون ليست بشروط صارمة إنها بشروط مرنة بخصوص الفشوة التقنية ما بين إسرائيل وما بين الإمارات العربية المتحدة. الاعتراف من عدمه لا يساوي شيء على العموم، فإن عدم الثقة هو الوارد، وأن الأمريكيين إلى حدود اللحظة يضعون إسرائيل في المقدمة وبفجوة تقنية لا أن يكون الأمر مطبعا أو غير مطبع. يعني مسألة التطبيع اليوم ليست بتلك الاستراتيجية أو ذاك أو تلك الثمرة الحقيقية الواقعة على معادلات الجيوسياسية في هذه المنطقة أو الجغرافيا السياسية، لا تأثير للتطبيع، لأن الفجوة بقيت ما بين الإمارات وإسرائيل بخصوص الF-35. وأيضا بالنسبة لعدم بيع الF-18 والكويت ترغب في أن تلاعب أيضا بأوراقها من أجل تعزيز أمنها، لأن المشكلة اليوم أن هناك فجوة أيضا ما بين الكويت وما بين الإمارات وما بين قطر. قطر اليوم لديها الرافال ولديها، ولكن ليس الرافال المتقدم الذي لدى الإمارات، وأيضا هناك صفقة محتملة للF-35 ولو بمستوى أقل أو بسقف أقل. لذلك الكويت ضروريا لأمنها أن تكون في مستوى ما يجري على الأقل، وهذه حسابات الربح والخسارة من جهة وحسابات
الدفاعات التي يجب ألا تقع الكويت وهي محمية إلى الآن عبر مواقفها السياسية والأمنية من جهة، ولكن أهم من كل ذلك فإن وضع الكويت الآن الكل يريد سحبها إلى هذا الاتجاه أو ذاك، وهي تحاول أن تضع نفسها أمام الوسيط. اليوم هذا الوسيط يريد أن يطور من نفسه ومن دفاعاته خوفا من أي سيناريوهات سوداء كما حدث سابقا، لا بالنسبة لما أوقفه ترامب لاجتياح قطر، أو أيضا وهذا مهم ما سمي بالتحالف الإماراتي السعودي الذي كاد أن يضع شبه الجزيرة العربية ومجلس التعاون الخليجي واليمن وقطر باجتياحها عسكريا وباجتياح اليمن إلى تصور آخر للخليج. إذن بالنسبة لما يجري الآن في الكويت، تريد أن تصنع على الأقل منظومتها الخاصة. أما لماذا مع ماليزيا على وجه التحديد؟ فلأن مثل هذا التقدم خصوصا بالنسبة للATP سنايبر على وجه التحديد، فهذا أمر يستسيغ الجميع، بإضافة أولا ما يجب إضافته لهذا الجيش، ومن ثم تعويض الF-18. لا معرفة لما سيقوم الكويتيون بتعويضه إن ذهبت الF-18 على الأقل إلى ماليزيا. ولذلك فهذا الوضع وضع متشابك للغاية، لأن الأمر بالنسبة لماليزيا تريد أن تجعل الF-18 أيضا والسخوي 30 في نفس المستويات التي يعمل عليها الآن الجيش المصري، لأن لديه الF-16 ولكنها المتقادمة عموما ويجب تحديثها أيضا، وإلى جانبها أيضا السخاي وأيضا الميج 29. إذن الكل يحاول أن يستجمع التكنولوجيا لجعل أكثر من تكنولوجيا أو تنويع السوق التكنولوجي الذي يعمل به اليوم عموم القوات الجوية. هذا قد يكون إطارا، لكن بالنسبة للأمريكيين لديهم حسابات أخرى تجاه ماليزيا وتجاه السلاح الروسي في ماليزيا وتجاه الموقف أساسا بالنسبة لماليزيا التي تدعو دائما وهي دولة إسلامية إلى المزيد من الحياد والاستجابة لأي متطلبات تقنية كانت شرقية أو غربية، ولذلك أخذت الطائرتين، واحدة روسية متقدمة والأخرى أيضا أمريكية. والغريب أن روسيا تريد تحديث الMKM من سخوي 30، هذا للعلم فقط، تريد هي أن تقوم بهذا التحديث تماما كما تريد التحديث أن يكون عبر الF-18. وفي الحالتين فإننا أمام اعتبارات شديدة الأهمية بخصوص الذي يمكن اعتباره متقدما، خطوة متقدمة للغاية، لأن هذه التقديرات اليوم تقديرات موجهة إلى المساس بسيادة الكويت، ليس فقط لأن أمريكا حررتها، وإنما أيضا استجابة لما تريد أمريكا بالنسبة لضعف دفاعاتها. فمن جهة معاناة الكويت هذا يفضي إلى المزيد من التسليح الرادع، وهذا هو الطبيعي. فكيف تحرم أمريكا السلاح الرادع عن الكويت؟ هذه زاوية أولى. الزاوية الثانية، هل من غير الممكن للكويت أن تكون لديها منظومة متكاملة إلا بالتطبيع مع إسرائيل؟ يعني أن لا منظومة متقدمة مع أمريكا إلا بالمرور عبر تل أبيب. إذن هذا هو الضغط الشديد، وهذا هو التدخل السافر لأمريكا من أجل عدم الوصول إلى هذه الصفقة. وهذه الصفقة للعلم فقط فإنها صفقة تريد أن تفرغ بشكل كامل المنظومة الدفاعية والهجومية للكويت. وبالتالي فإن في هذه اللحظة إن لم تستجب أمريكا لطلبات جديدة للكويت ستذهب إلى اتجاه آخر. ماذا قامت الكويت؟ قامت ببيع 33 F-18، وهذا لفرض أمر جديد على أمريكا من أجل التزود بسلاح متقدم. لكن
الأمريكي يعرف هذا جيدا، ولذلك قرر أن يتدخل في هذه الصفقة لمنعها لإبقاء التوازنات التي صنعها هي ثابتة إلى حدود هذه اللحظة، وهذا الذي يمكن اعتباره حاسما في هذه النقطة على وجه التحديد. إذن القدرات الحالية التي يمكن العمل عليها الآن مع الكويت هي تحت ضبط شديد أمريكي، وهذا الذي يفيد بأن ما يرغب فيه الأمريكي قد يعتبر أقل مما يرغب فيه أي جيش. الجيش الكويتي يريد أن يكون بدفاعات متقدمة على أقل تقدير وبقدرة هجومية أو رادعة على أقل ما يمكن اعتباره أساسيا بالنسبة للجيش، لكن دائما لو لم يتكن الخطوة بالنسبة للسيسي للذهاب إلى روسيا لتجاوز عقبة الآب 16 وتجميد الجيش المصري عند الآب 16 وهذا الطيران وبدون تطوير، وهذا خطير جدا. أيضا بالنسبة لتركيا عندما جمد الأمريكيون قضية الدفاعات التركية في عدم تسليمها الباتريوت، والآن التدخل المباشر في الكويت من أجل عدم بيع الآف 18 لتجميد حركة الجيش الكويتي في الآف 18، ماذا يرغب الأمريكيون بعد هذه التسقيفات التي تعطي لإسرائيل كل شيء ولا تعطي لحلفاء العرب لأمريكا أي شيء، أي تكنولوجيا متقدمة، لأن الأزمة دائما أمام إسرائيل. ولذلك فإن الذهاب مباشرة إلى روسيا يعتبر خيارا استراتيجيا، لأن التكنولوجيا غير مباحة، والآن تريد إسرائيل أن تضع أيضا نفس الشرط مع التكنولوجيا الروسية. لكن على العموم فإن تحرير العالم الإسلامي يبدأ من إنتاج طائرته، وهكذا يمكن الذهاب مباشرة إلى الجيل الخامس وشرائه، إما أن تبيعني وإما أن أذهب إلى بلد مسلم لا يتحرج في أن يسلم لي ما يرى أولا وما أراه، لأن هذا التسقيف لن يكون على العموم. وهذا الذي يسعى معه الجميع إلى محاولة الوصول إلى منظومة صاروخية مهمة في انتظار الجيل الخامس من إنتاجيات على الأقل لبلدان إسلامية سيكون لها أثرها بكل تأكيد. إذن الكويت تحت حصار وتجميد عسكري واضح، وهذا ما يمكن اليوم تأكيده من خلال التدخل الأمريكي في صفقة الـ F-18. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.